الجزء التاسع بن صوغان لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز العاشر الشايبة لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نرجع إلى نوادر، نوادر لا زالت نادرة على مقدمة هذا الشوط. ها هي نوادر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات أرى شواهين، شواهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة مضمر سعيد بن سالم اللي نبي عسير. وصلت إلى المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ومضمر عسير السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. زعفور في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس فزع لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السادس الشايبة في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المحنك السعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع، المركز السابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر عبد الله بن طالب بن شريم المري. وفي المركز الثامن، المركز الثامن مياسة لهجن العاصمة بقيادة مضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط والمنافسة على مقدمة هذا الشوط، لكن شواهين تتسلل، تسلل ناعم وتسلل ملحوظ إلى مقدمة هذا الشوط، والعاصفة بدأت تعصف على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا العاصفة على هذا الأداء المتميز، يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز للشواهين لهجن العاصفة، والعاصفة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، حذاري من العاصفة، إذا عصفت العاصفة حذاري أنك تواجهها. ها هي العاصفة على مقدمة هذا الشوط بقيادة شواهين، شواهين لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مياسة العود، مياسة الشكل على المركز الثاني أيضا لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شواهين بدأت تباعد، بدأت تغادر بمقدمة هذا الشوط. سوبر هاتريك لهجن العاصفة في هذا المساء، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على فوز شواهين بالمركز الأول وعلى هذا الأداء المتميز. سلام سلام عليك يا امبراطورية هجن العاصفة على هذا الأداء المتميز، تهانينا من العماء. المركز الثاني مياسة لهجن العاصفة، المركز الثالث الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الخامس لهجن زعبيل. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول شواهين إلى خط النهاية. نشوف التوقيت، ساعة تتجاوزها لوحة الأربعة كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. ها هي شواهين 6:09.3 تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثاني. نشوف مياسة ساعة وصولها إلى خط النهاية. ها هي مياسة 6:12 بلوفة تمام. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الشايبة في المركز الثالث، ها هي الشايبة 6:12.5 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا للمضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع.